السلام عليكم ورحمة الله. Good evening ladies and gentlemen. اليوم عندنا هذه البوات فيتاس اوتوماتيك تاع بولو انسيستي دي لابوات دي اس جي. هذه حبيت نحكي على واحد الديفو برك ليه مشهور بزاف تاع لاكيميلاتر، لاكيميلاتر دو بريسيون اللي هو هذا، هذا هو اللي يدير لابان اخوتي. اونفان هذه المعلومة جيست بور لانفورماسيون برك، يعني ماكش راح حتى واحد راح يقدر يريباريها وحده، لازم كيد دو ريباراسيون تتبع فيه الريزرفوار هذا وتتبع فيه الكركاسة تاع الالمنيوم هذا، باسكو هذه تركب فيلتاج لهنايا ويفزد الفيلتاج هذا وتعود هذا يبردي لا بريسيون، سي بور سا تفزد تعود متعقبش لي فيتاس. هذه هي لا بومب تاعها، وهذه لا بواط اون جينيرال صادقة، يعني ما ديرش لي بامب بزاف ولكن شوية دير لي بامب. كيما هذه جاتنا لهنايا تخلط لي فيتاس ودير مشكل في التريسيتي تاعها لي في الميكاترونيك فيها بروبليم. ايسونسيال انا ريباريناها له ان شاء الله باذن الله راهي تبقى مليح. وهذه لابواط سي في تي تاع التويوتا، سي في تي سي تادير كونتينيوس فاريابل ترانسميشن، يعني تغيير دائم في علبة السرعات ولا حاجة كيما ايسونسيال. هذه ثاني لابواط كانت ما تعقبش لي فيتاس في لي بون مومون، كي تجي تعقب تعود تفيبري الفيكيل دوكا ريباريو. هذه البواط معروفة فيها لي ديفو بزاف وصعيبة باش تريبارا، بصح بإذن الله الشبيبة تاعنا لهنا يقدروا يريباريوها ويديروا فيها ريزولتا مليحة. نصوروكم النتائج من بعد ان شاء الله. السلام عليكم.